طبعا شهد ولدت بال 2012 معها متلازمة داون وكبرت الحمد لله رب العالمين، هاي لا اعتراض على حكمه، كبرت طبيعي وما فيها شيء، يعني انه بتحكي بعض كلمات وتلعب مع الاطفال وكذا. بس ولكن اول شيء يعني بداية الثورة كان في قصف على الخفيف، يعني بلش يهر شعرها من الخوف والفزع. أخذناها على دكاترة كتير، يعني أقروا أنه العلاج هو سبب الخوف. طبعا هون المرحلة هاي كانت متدخلة هون القوات الروسية وصار قصف وضرب كتير، يعني كانت طبعا تلعب وكل شيء. بس بعدين صارت من تسمع صوت الطيارة تنعزل بزاوية الغرفة أو بزاوية الخيمة وتصيح، يعني بابا طيارة، بابا قذيفة، ضربي. بعدين أقروا الدكاترة أنه سبب الرئيسي لحالتها أنه الخوف والفزع اللي عم تتعرض له.